ويران هل قف أيا لحقيجي إنو دينتي كدي مركي بوليس كو أي توكتين إنتي أو سعودي إسكو هريمات ربشادو وتي أو دح مري لامها أمنيغا إيا داد مداهرة دايي وراركا أيا إنتاسي كو درايا إن قف كدينتي أي بوليس كو توكتين أغا غار كبرتماها مغالا دا كيسيومبو هل كاسي أو دانيرا إيا داقا حان كو توريا بوليس كا كور إنتي سراكيشة أمان كو أي سر رساس فورين إسكو هريمات كا أيا بلو دي كدي مركي بوليس كو أي إسكو دايين إن دان يرادا مداهرة دايا أي كوهر إستاغان بلتان كبرتماها مغالا دا كيسومبو او احرون تقنع سيجيا مغالا دا سي ارنتان ايان سي كرديسي عرادا اي قبان دادك مداهرا دا ياشا كدي مركي اي كعرو دين ان بوليس كو اي توغتين متكمي دا دادك يديغا يدي باد بحيا دا دولة دا لوغا سوهور جيدو لانكا كله حافظاها كلا دواني مغالا دا نيروبي اي ولي قاركوت كسي سعودان دي باد بحيا دا اي دانا امان كا ادلو اد كي يي لان يربادن اي تان يساكا سبحي هورا ايوغن لغا عليي ان اي قلان برتماها عاصمة دا kuwasi oo dhagaxan tuurayay. Hogaamiyaha mucaaradka ee isbahaysiga Azimio la Umoja, Raila Odinga ayaa sheegay in maanta ay isu soo baxeen dad aad u fara badan, wuxuuna sheegay in laga dhabeeyay dibadbaxyadii hore ay u ballan qaadeen. Hadal uu shalay jeediyay ayuu ku sheegay Raila Odinga in dibadbaxyadii ugu waaweynaa ay qaban doonaan 27-ka oo maanta ku beegan, kuwaasoo u muuqda in deegaano horla ay ku soo bireen sida ismaamulka Migori oo dibadbaxyo iyaguna ay ka dhaceen. ganacsiga ayaa intii sabadan la xiray iyadoo suuqyada waaweyn ee caasimadana laga cabsi qabay in dhac loo geysto inkastoo meelo badan ciidan la soo dhoobay waxaana jira wariyaal maxalli ah iyo kuwo kale oo caalami ah oo waxyeelo loo geystay iyadoo sidoo kale laga qaatay telefoonadii gacanta iyo qalab kale oo ay ku shaqeynayeen maxamed cibaar diiriye CBA Nairobi واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن 8 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها